الخفاض التونسي، شنو احوالها، شنو احوالنا احنا على المستوى الاقتصادي. انا ديما نقول انه الاقتصاد التونسي في الفتره هذه اللي فاتت يعني عباره على طائره عندها اربع محركات، فما اثنين ولا ثلاثه محركات اللي هي ما تشتغل. في المارشي بسوم، البرة بسوم، لحوم والدواجن وغيرها، هل أنه السوق متاعنا فما الكميات اللازمة؟ الأسوام قابلها المواطن؟ قابلينها أنتوما؟ رمضان ثلاثة أيام را. كيفاش رمضان؟ ثلاثة أيام الأولى رمضان. رمضان ثلاثة أيام الأولى تم ازدحام وتم كذا ولهفة وكذا. وين هذا ثلاثة أيام بركة؟ لا لا ثلاثة أيام، لا لا أنا أعطيك صحيح، أنا أعطيك ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام كل شيء يولي موجود. أنا هاي مش سجل علي. إيه. سجل علي. كل شيء مسجل عليك ديجا. سجل علي 9600 دجاج. شوف لي بعد أربع أيام ثلاثة أيام الدجاج قداش يولي. قداش يولي؟ باش يولي يمكن 8000 7500. عمري ما ريت دولة في الحالة هذه المالية نتاع تونس. والبعض يقول يسميها إفلاس غير معلن. والبنوك فيها يعني اللي هي خمسة منها بيني وبينك أجنبية. تعمل في من هذه النسب من الأرباح الفاحشة. عندنا إشكال كبير، حتى الواحد في يشري بلاتو عظم باش ما طعم معاش خالص. المزودين أو اللي بيعوا قل من التكلفة راهو يضمحلوا كما ضمحلوا برشا ناس أخرين. كانوا عندنا 35 مزود، تولوا عندنا 9 مزودين فقط. تخلي العلاف المستوى الموجود فيه وما نعملوش اكتفاء ذاتي نتاع العلاف نتاعنا وما نعملوش خارطة فلاحية ونكونوا نحن مسيطرين على الأمن الغذائي نتاعنا، بالطبع مش باش تنقص. الايام تاع 6000 و5000 و6500 ما عادش باش ترجع بها تاني. ملا بشرى. لا لا هذا الواقع نتاعنا، ما نزيد باش نزيد فوق الواقع نتاعنا. لازمنا نرجع. انت تجي تحكي لي على الاقتصاد اللي تفضل بيه، اللي تفضل معناها الاقليه تعيش على حساب الاغلبيه. اليوم احنا صحيح تو في نفس الاقتصاد ولكنه يبقى دائما اقتصاد قادر على النهوض والنهوض بسرعه. كيفاش؟ بشرط انه تكون فما رؤيه. اول حاجه في تونس حبوا ننهضوا بعد حال نحسنوا الانتاجيه نتاعنا. الحلول واضحه، المراجعه، مراجعه الخيارات، مراجعه القوانين التي وضعت خلال العشريه هذه، هذه كخطوه اولى. يلزمنا نحيوا هامش الربح الخلفي اللي توظف فيه المساحات التجاريه الكبرى على الصناعيين. قد تربي حتى في رمضان العظم باش تطيح، مش باش تبقى في السوم هذه في 15% وتبقى وصلت ل 2000 في بعض الاحيان. لا لا ما تماش. لا وصلت ل 2000 سنه. انا 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 قلت لك ما نسكنوش فرد بلاصه، يمكن ما نجيش حدا بعضنا، يمكن انا رانا فرد بلاصه. هذا 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 معتكر وضع انساني. اي موضوع الاحتكار هو وحده وضع انساني لازم يتحاكم. هذا شو بالفيل؟ عمرها ما صارت بالفيل. بالنسبه لنا احنا كتجار تفصيل رانا الحلقة أضعف حلقة موجودة. وأنتم شكون اللي نجمكم التجار؟ ثاني خليني نفسر لك ساعة، أضعف حلقة موجودة والدليل أضعف حلقة المواطن. حديث التوانسة مع إقبال بريك كل نهار خميس 9 غربة على قناة تونسنا.